صدقني راح تشوف شيء مذهل، هو سحر او خفه ما عندك. يلا نشوف. لو انتوا فاكرين ان في واير فوق، مفيش واير فوق. يلا ساب الحبل كمان. طب شيلها هي احطها جوه هنا. بص هعمل كده. فاكرين يا جماعه ايه ده؟ يا نهار ابيض، المايه دي بتعمل حاجات غريبه صح؟ اه مش مايه نار. اه بص اهو، بصي بقول بصي بس عايز ده وقع. لو حد وقع جنيه من غير ما يلمس الصندوق ولا الترابيزه هياخد الموبايل. لا 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 بص دلوقتي انا هتحداكوا على حاجه، لو كسبتوا انا هديكوا ايوه انا مش هيقع. هيقع هي ايه بتتهز؟ عامله ايه؟ هاتيها. انت كتبت ايه؟ كتبت ايه؟ كتبت ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا محمد من قناه تدمير، عدنا لكم في مقطع جديد. اول مقطع قاعد يطير بالحبل، كيف خفه يد سحر؟ والله ما ادري، الله اعلم. تعالوا نشوف مع بعض. انا بصور على فكره. على فكرك بتصور هناك كل ده. لا لا جاي، انا جاي لكم انتوا. بصوا شايفين الفاوتشر اللي فوق ده؟ انا بعمل دلوقتي تحدي، اللي هيطلع يجيبه، اللي يقدر يطلع يجيبه هياخد ال 5000 جنيه دول. بص خمسه صح؟ يتجاب ازاي؟ ممكن تستخدم الواير ده. تعالوا تعالوا تعالوا، ده اللي هيساعدني يعني؟ ايه؟ ده اللي هيساعدني؟ خلينا نجرب يعني. جربه جربه. 5000 جنيه. 5000 جنيه، بس تقدر تمسكه وتعمل بيه اللي انت عايزه. هو ده واير عادي ها؟ اي حاجه. مفيش اي حاجه. اه كل تعالى جربه جربه. تعالى نجرب. اشيلك؟ لا لا لا، كل واحد لوحده. لا من غير ما تضحك علينا بقى ولا ايه يا عم؟ كل واحد لوحده. لا يلا انا هاخد فرصه. انا عارف ان انت هتعمل على فكره، مش هتقطع ما تقلقش، انا مأمن كل حاجه. يلا 5000 جنيه. هوصل ازاي؟ هوصل ازاي يعني؟ هوصل ازاي؟ ممكن تعمل مرتين. طب انت عارف تعملها اصلا؟ انا هعملها كده كده. لو انا عملتها انا هاخد ال 5000 جنيه دول. لا خلاص حاول تجيبها. لو وقعت بيا بص. لا انت تقيل. لا لا خلاص خلاص، مش لازم مش لازم. لا مش عارف. انت طيب؟ ايه؟ بتعملها؟ انا ممكن اخد ده واحذفها فوق عليهم. وبعدين؟ هيقع. تهدف ايه؟ دول الحبه دول. لا لا احنا قلنا نطلع نجيبها. مش هيقع. لا انا بهزر اصلا، انا اكيد مش هعملها كده. طيب. يعني مفيش حل خلاص؟ هم ملزوقين بايه؟ هطلع اجيبهم دبل فيس. ده حوار. هطلع اجيبهم؟ اعملها ولا لا؟ وريني. خلاص؟ غلب حمارك يعني. بس انا اجيب دول. اهو ال انت بتعمل ايه بقى؟ الرباط ده عادي ها؟ ماشي. اهو استنى. اهو عادي. تعالى بس من هنا عشان تتاكد مفيش حاجه. تعالى 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 اهو فين؟ بص انا همسك الحبل من فوق كده. مفيش حاجه ها؟ ارجع لورا عشان تجيبهم. بص انا هلف ده كده. اللفه دي تقدر تخليها تطلعني؟ لا يعني. عامل كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لو انتوا فاكرين ان في واير فوق، مفيش واير فوق. يلا لا اسود. وساب الحبل كمان؟ يا نهار ابيض. ايه ده؟ اجيب ده واجيب الفاوتشر وانزل. مفيش حاجه. امسك ده. ايه ده؟ يا جماعه كل ده فن وخدع يا جماعه. وكيف خدع؟ فن ازاي؟ ما تقولش كده. كريستيانا بتابعك من زمان وانت كده بتعمل. دخل محل اثاث، لقى حرمه ورجال، راح لعندهم وطلع حمامه من اللوحه، شيء ما يخطر على البال. كيف؟ ما ادري، الله اعلم. تعالوا نشوف المقطع مع بعض. انا قلت للكاميرا ان انا جاي لكم دلوقتي اعمل لكم لعبه. اوكي. على فكره انا اللي حاطط الحاجات دي، مش تبع الديكور. ماشي. ايه دلوقتي؟ هو في ايه هنا؟ كام برواز؟ ثلاثة. ها عايزك انت، في بومه وفي فار وفي حمامه صح؟ تمام. عندك حمامه وفار وبومه، ماشي؟ اوكي. تختار اني واحده فيهم، قول بصوت يعني. بومه. هتختار البومة؟ تمام. طيب عارف الكوتشينة دي؟ بيبقى فيها أرقام كتير صح؟ أوكي. كذا رقم، عايزك تقولي أي رقم، عايزك تقولي أي رقم من 1 لـ 5. قولي عليه بصوت عالي؟ بصوت عالي. أوه. أربعة. أربعة. بص هعمل كده بس. قلت كم؟ أربعة. أربعة.
ايه ده اربعه لا اربعه ده هو طب انا عرفت منين تختار اربعه انت متفقه معايا؟ لا بجد والله داخل ازاي اصلا اتحط فين يعني ايه ده انت اخترت بوم ها انا اخترت بوم مع ان دي ما فيهاش حاجه لو كنت اخترت اوكي ايه ده ما فيهاش حاجه عايزك تختاري انت عايزك تختاري تختاري فار او انت بتحب تكرهي ايه او بتحبي ايه براحتك تختاري فار ولا حمامه اللي انت عايزاه اختار اختاري تختاري فار ولا حمام براحتك ما تأثرش عليا ايه قولي تعالى حمامه اخترت حمامه انا ما اعرفش تختاري ايه ماشي طيب استنى اهو عايزك تمسكي الظرف ده تعالى امسكي الظرف ايوه خليكي ماسكاه شيليه ارجعي اقعدي بقى ايوه كده ارجع لورا ايوه كده شايفين الحمامه دي اه بص انا هعمل كده ما تطلعيش من هنا لا تقلقي دي ورقه اصلا اهي 1 2 3 لا 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 ما تخافي هي احطها جوه هنا جوه صح ايوه بص هعمل كده اختفي حرام عليك لا بجد طب لا بجد ايه ده بجد ايوه كتير بجد ايه دي كانت قاعده على رجلي لا 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 تعال ها مايك صعب دي فيك اصلا يا جماعه مش حقيقيه الاولى كانت فيك دي كانت بتطير كانتش بتطير اصلا انت شفتيها بتطير بس ايه ده لا هي كانت بتطير لا كانت بتطير من شويه بجد ما كانتش بتطير من شويه لا كانت بتطير من شويه لا انا هرب هو ايه ده هو ده انت مش مخروم انا فاكره مخروم من هنا يعني انا قلت يعني مش مخروم يعني يوم ما تيجي تشتغلنا هتزق كده مفيش حاجه اتزقت طب مفيش اقلبيه كده مفيش حاجه ها مفيش في خشب اهو يعني ايدي اهي ما بتخش بجد مش عارف يعني ايه ده طب ازاي في حاجه ده اللي هو ايه المفتاح لا ونعمله تاني ده في تلاصق لا ما فيهوش حاجه كل ده يا جماعه فن وموهبه مفيش سحر من اللي انا بعمله كل ده طب انا عرفت منين اللي انت هتختاري حمامه مش كان ممكن تختاري فار انت كويس انك اخترتي حمامه على بني ادمين اكيد ايه اكيد ما اثر على اختياري طب وانت اخترت ليه بومه اشمعنى وكان تحتيه اربعه مع ان ده انا ما اعرفش مع ان ده ما كانش تحتيه حاجه ايوه بالظبط انا ما اعرفش الاربعه جت منين اصلا يعني انا هيا شوف يطلع كرت الورقه من حذاء الشايب هيا شوف شيء صادم ما يخطر على البال لا خد عزاء يا جماعه عزاء لا لا انت انسان مش طبيعي اختار ورقة منيك عدت بص في نقطة عملتها مع احترامي ليك استنى لغاية كده وقفت انت ليه طيب ما كنت سيبني تكمل انت وانا اقول لك عدت ما عدتش بس انت عارف ان هي عدت خلاص طب انا هعرف منين من لا في كذا ورقة 10 ورقات لا لا في كذا ورقة طب اقول لك على حاجة انت قول لي عدت انا هفضل انزل طب انا هفضل انزل دلوقتي انت اخترت ورقة بعينيك صح ما انت عرفتها خلاص لا لسه ممكن نبدا تاني لسه ما عرفتهاش صدق لا عرفتها والله ما عرفتها طب اقول لك ليه ما عرفتهاش هقول لك ليه استنى طب انت بتقول ان انا عرفتها صح طب هي كام الخمسه انت اخترت ورقه بعينيك صح وانت بتقول ان انا عرفتها ان هي خمسه عرفت منين انت اقول لك انا بص اهي حط كده بس شفت بقى بس انا بقى بص كده طب اشمعنى اخترت انت خمسه بقى يا جماعه بصوا لا بصوا عرفتوا الفكره اللي بقولها لكم انا كلها ايه الصور طب استنى ايوه بس هي دي بصوهم اهو طب استنى وقت الصوت ثانيه هو معلش ما هو شكل من طب انا عرفت منين طب اشمعنى انت ما اخترتش الشاي اقول لحضرتك اسمع عشان دي واضحه لا الاولانيين عشان دي واضحه ايوه مظبوط الاولانيين عشان دي واضحه استنى طب اقول لك على حاجه شايف الخمسه دي الخمسه اهي اهي الخمسه بص هعملها كده من بعيد بص هعمل كده بقت تحت رجلك لحقت تحت رجلك شوفها بقت تحت رجلك هتدمنك قوي لا شيل رجلك كده هتلاقيها داخل جوه بص اختفت ها بص اصحاب الساحر شافوا واحد مسكين بالشارع حبوا يساعدوه عن طريق الساحر والشيء الصادم هذا
وسرق فلوسهم. تقعد على طول؟ كل يوم بقى. الساعة دي؟ وقعدت منها وكل عيالي. بتاع مناديل؟ انا كنت موظف بس الشوري اللي برجلك قطع. الشوري اللي برجلك قطع. لا استنى هبسطك انا ما تقلقش. عندي عيلين. عندك عيلين؟ عندهم شركاء مش عارف افكاره ولا شربوا. لا استنى اعمل لك لعبه. ده ايه ده مناديل؟ بتاعتك؟ اعمل لك لعبه بيها؟ طب بص هعمل لك لعبه بالدي. هو صاحبي قال لي تعالى ابسطه عشان عايز يتبسط. هو ده فيها مناديل صح؟ مناديل. ايه؟ مناديل. فيها مناديل؟ مناديل. بص دي فاضيه صح؟ دي فاضيه. ما فيهاش حاجه. ها بص هعمل لك حاجه دلوقتي هتبسطك. بص هعمل كده اهو شايفها؟ فلوس. دي فلوس. خدها ليك دي. انت عايز تاخدها ولا مش هديها لك؟ لا خد. ايه؟ خد. ايه؟ اخد انا دي وانت. لا مش هديها لك. لا 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 خلاص. بس اديك حاجه منها بسيطه يعني. كلها؟ انت عارف دي ايه؟ كنت بشتغل موظف وعارف انا مش عبيط. بجد؟ طب استنى انا هديك منها حاجه بسيطه. علشان دي ممكن تكون حاجة سحرية يعني ولا اللي انت عايزها؟ شوفها. لا عايز تشوفها؟ شوف عادية؟ ايه؟ عادية؟ خد. ايه ده؟ كل بشوف كتاب. ايه؟ انت بتعمله فيها مقلب؟ ولا ده بجد؟ كل بشوف كتاب. ده انا صدقت والله بجد مقلب؟ ايوه انا مقلب. اللذينة. عجلة يسوقها برجل واحدة في الهواء. كيف؟ حتى صاحب العجلة هرب من كثر الخوف. بس امسكها من الطرف. سيب تقلقش. سيب تعالى هديك العجلة والله. خدها سامح. خد. اخدها يا عم. انت كسبت الرهان بس عادي مفيش مشكله. لا يا عم ده اكل عيشك يا عم. يا عم لا ده اكل عيشك. خدها يا عم. مفيش مشكله بس هقول لك حاجه. انت مش طبيعي. كذا وصلنا نهايه المقطع. ان شاء الله نال باعجابكم. عندكم اي راي اي تعليق اكتبوا لنا تحت في التعليقات. يلا مع السلامه.